كنتمنى البنات ان الافكار ديالي او النصائح ديالي يكونوا كيوصلوكم بواحد الطريقه اللي هي سهله على داكشي. الناس كتشوفوني كنهضر بواحد الطريقه اللي هي بسيطه وسهله باش المعلومه ديالي كتوصل لكلشي. اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنحاول نغير المقدمه ديالي ولكن راه ما نقدرش، ما عندي ما ندير لكم. قبلوا على هذه المقدمه ديالي وما تديوش بعدا على الحاله، راه عندنا الموت ديال البرد دونك لابسه مزيان، وسيرتو ان ندير الفورماسيون بارده. نتوما كتشوفوا حتى الطبليه ما لبستهاش حيت فريمون واحد البرد اللي هو برد قارص. ما الفيديو اللي سبق تهضرت على بعض الاساسيات اللي كيخصهم يكونوا عند اي بنت. الا كنتي باقي ما شفتيش الفيديو دخلي وشوفي الفيديو، يعني قبل من هذا راه حطيت فيديو على بعض الاشياء اللي كيخصهم يكونوا عندك باش تهتمي بالبشره ديالك. ولكن في الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على بعض الخطوات اللي كيخصك تبعيها باش تحافظي على الصحه ديال البشره ديالك، يعني تكون عندك بشره نقيه وصحيه. وإذا كنتي باقي ما متابعانيش في الانستغرام اشنو كتسناي؟ ها هو الانستغرام ديالي، وغتلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف وفي اول تعليق. وشكرا للبنات اللي كيدخلوا عندي لهلا يخطيكم عليا. كيف ما قلت لكم البنات ضروري تتبعوا بعض الخطوات اللي سهله وبسيطه باش تحافظي على الصحه والنضاره ديال البشره ديالك. اول حاجه هي تنظفي البشره ديالك بمواد اللي هي طبيعيه كل 15 يوم. مثلا ديري غوماج كل 15 يوم، ديري غوماج للبشره ديالك. اكيد الغوماج كيتمشى حتى هو على حساب النوع ديال البشره، وهذا الشيء كامل ان شاء الله غادي نبقى نبارطاجيه معكم فيديو من مورا فيديو فاش نكون في الدار، يعني السبت ولا لحد ما نكونش خدامه غنبقى ندير لكم غوماج اللي كيليق باي بشره. وراني ديجا دايره بحال هاد الفيديوهات هادو، يعني هبطوا الفيديوهات القدام راكم غادي تشوفوا الفيديوهات، يعني دايره غوماج اللي كيليق للبشره الدهنيه، البشره الجافه، المختلطه، الحساسه، كلشي غتلقاوه عندي في القناه. هاد القماش هذا كيساعد على ان الوجه ديالك كيتنفس، يعني كتحيدي دوك القشور والخلايا الميته. دوك القشور والخلايا الميته اشنو كيديروا؟ كيسدوا لك المسام. شنو هو الدور ديال المسام اصلا؟ هي انه البشره ديالنا كتنفس منهم. فهنايا فاش البشره ما كتبقاش تنفس اشنو كيوقع؟ كينوض لك الحبوب بطبيعه الحال، وكذلك كيوليو عندك مسامات واسعه لان دوك الزيوت ما كيلقاوش منين يخرجوا، فهذوك الزيوت كيوسعوا لك المسام شويه بشويه، يعني الدائره ديال المسام كتولي كبيره. فهنايا يعني كيبانوا لك المسام الواسعه خصوصا في هذه المنطقه هذه وفي هذه المنطقه هذه ديال الجبهه، هي اللي كتكون دهنيه اكثر. وان شاء الله الفيديو الجاي غادي نهضر لكم على المسام الواسعه كيفاش تحمي راسك منهم وكيفاش ديري تعالجيهم. دونك كيف ما قلت لك كل 15 يوم ديري غوماج، يا اما بسنيده وزيت العود، يا اما بالقهوه وسنيده وزيت العود، او لا زيت الكوكو، يعني شوفي انت اشنو كيجي معك واشنا هو النوع ديال البشره ديالك. وبطبيعه الحال هذا القماش هذا كيدار بلطف غير بشويه على البشره ديالك. راه شحال ما بركتي على البشره ديالك شحال ما كتضرر وتقدري تجرحيها، خصوصا لو كنتي دايره داك القماش ديال سنيده. سنيده شي شويه حرشه البنات، دونك ردوا البال بحركات دائريه وغير بشويه. ثاني حاجه هي الراحه والنوم، ارتاحي ليا ونعسي ليا يا لاله مع راسك. ضروري انك تعطي الراحه لراسك، لان كاينه اللي كتبقى سهرانه بزاف الليل حتى الاربعه الخمسه الصباح، ففي الصباح كتنوض مبوقه حالتها حاله. فشنو كيوقع لك هنايا؟ اصلا الجسم ديالك ما كيرتاحش، يعني الجسم ديالك ما كتعطيش واحد المده ديال الراحه باش كل حاجه كتولي تشد بلاصتها. وفي الصباح كتنوضي كيف ما قلت لك مبوقه، كيخرجوا لك لي ساغن. بزاف ديال الناس عندهم المشكل ديال لي ساغن، يعني معذبينهم في حياتهم، واخا كيديروا اللي داروا ما كيحيدولهمش. علاش؟ داكشي كيجي يعني من سوء التغذيه، من قله النوم، زعما الصهير بزاف. فالهالات السوداء حتى هو هذا موضوع بوحدو، ان شاء الله دابا نهضر لكم عليه شي نهار، واخا ديجا راني هضر عليه ولكن فيه يعني زعما فيه ما يتقال، خصني ضروري نعاود نهضر عليه. ضروري تنعسي 7 ولا 8 ديال الساعات باش الجسم ديالك كيرتاح، وكتنوضي في الوقيته باش في الصباح كتنوضي كلك نشاط وحيويه، ما عندك لا لي ساغن لا حتى شي حاجه. وعليكم السلام. هادي يدير نقطه 3 خطرات في النهار، في الصباح ونص نهار وبالليل. ثالث حاجه هو شرب الماء. كيف ما كنعرفوا ان الماء شي حاجه اللي ضروريه للبشره ديالنا، كتعطيك واحد النضاره وواحد ليكلا للبشره وحتى الجسم كامل، يعني الماء راه مفيد للجسم. كيف ما كنقول لكم دائما وابدا شربوا الماء، انا عارفكم كتشربوا الماء ولكن شربوه بواحد الكميه اللي هي كافيه. وعليكم السلام. الاغذيه الصحيه ضروري انك تتناولي اغذيه اللي هي صحيه، مثلا الفواكه، الخضار، الاسماك، اللحوم الحمراء اللي ذكرت دابا البنات، من اهم الاغذيه اللي كتعطي للجسم ديالك الطاقه المعدنيه والفيتامينات الضروريه اللي كيحتاجها الجسم ديالك. ضروري مره مره تستخدموا مرطبات طبيعيه، مثلا العسل كيتعتبر اقوى مرطب للبشره،
دانون مسوس كذلك ممكن تخلطوا دانون مسوس مع العسل، ممكن تخلطوا دانون مسوس مع زيت الزيتون تكون بدون ملح، او لا تقدروا كاع ديروا غير زيت الزيتون بوحدها، ولكن ضروري ما تكونش فيها الملح. الا كانت فيها الملح لا، الا كانت فيها الملح ما كننصحكمش بها، تكون طبيعيه بدون ملح. يعني هذه مزيانه، يعني مزيانه للبشره، كذلك زيت اللوز حتى هي زوينه بزاف للبشره، زيت الارغان. المهم شوفي انت اشنو غيوالمك على حساب المستطاع ديالك. انا دائما كنمشي لكم غير على حساب المستطاع، ما كنبغيش نذكر اولا نبين لكم شي برودوي اللي هو غالي، لان عارفه باللي متبعيني ناس يعني على قد الحال بساط، ما يمكنش نجي نوري واحد البرودوي اولا نهضر على شي حاجه اللي تكون غاليه في الثمن واللي ما غاديش تقدري انك تاخذيها. يعني بحال اللي ما درت والو، بحال اللي ما هضرت، ولكن مره كندخل لكم فيديوهات بحال هكا اللي كتكون اثمنه اللي شويه يعني زايده في الثمن. واهم حاجه البنات اللي بغيت نذكرها دابا هي انكم تجنبوا اولا بعدوا من دوك الوصفات اللي تيقول لك راه كيعالجوا المشكل ديال الكلف، الوصفات اللي تيقول لك راه تيعالجوا المشكل ديال النمش. هادو راه ما غاديش يعالجوك، لان وصفه طبيعيه ما يمكنش تعالج واحد الحاجه اللي قديمه في البشره، اولا يعني البشره ديالك متضرره منها بزاف. يعني بحال هاد الوصفات هادو حاولوا انكم تجنبوهم، يقدروا يزيدوا لكم المشكل اولا يهيجوا لكم المشكل ديال الكلف اولا النمش اللي تيكون في البشره، لان كاينين وصفات طبيعيه اللي كيهيجوا المشاكل اللي تتكون عندنا في البشره. ايه ممكن ديري وصفه طبيعيه باش ترطبي وجهك، باش تعطيه واحد شويه ديال البياض، ولكن باش تعالجي المشكل من الاصل ديالو راه الوصفات الطبيعيه عمرها ما كتعالج داك بحال هاد المشاكل هادو اللي ذكرت دابا. وعليكم السلام. ما تيقوش ليا بدوك القنوات اللي كيقيلوا ينزلوا لكم فيديوهات هذه ديال الكلف، اقوى وصفه للتخلص من الكلف، اقوى وصفه للتخلص من هذه، اقوى وصفه مبيضه. راه البنات هادشي يعني ردوا ليه البال، ماشي اي حاجه شفناها نوضوا نطبقوها على الوجه ديالنا، لان شحال من وحده وكنعرفهم شخصيا ومنهم خالتي يعني دارت وصفه طبيعيه للبشره ديالها. يعني تقولي وصفه طبيعيه ما دير لي والو، ولكن بالعكس راه تقدر تحرق لك البشره ديالك، خصوصا الا كانت البشره حساسه. ردي البال بزاف مع الوصفات الطبيعيه، البشره الحساسه يعني عندها وصفاتها الطبيعيه اللي كيخصها دير، ماشي اي حاجه لقيتيها ديريها لوجهك، مثلا الحامض، بيكربونات، مثلا الحلبه لا دقيتيها غبره وخلطتيها مع العسل ولا شي حاجه شويه قويه على البشره، او لكن اللي كيخلط الحامض مع بيكربونات وكيديريهم للوجه او للاسنان او للمنطقه الحساسه. وكيف ما كنعرفوا ان البيكربونات شي حاجه اللي مضره بزاف بالنسبه للبشره ديالنا، دونك ردوا البال. ما قلت قبيله تعاملوا مع البشره ديالكم بلطف، رطبتي هاد المنطقه هذه رطبيها بلطف، درتي غوماج ديريه بلطف غير بشويه، درتي مساج البشره ديالك ديريها بلطف. سلام. واخ كان هذا هو الفيديو ديالي الغزالات ديالي، نتمنى انه يعجبكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وتكون الفكره ديالي كتوصل لكم بواحد الطريقه اللي هي سهله وبسيطه. وكما قلت لكم ما تديوش على هذه الحاله هذه اليوم وراء البرد. تهلاو ليا فراسكم مع فيديو جديد. باي باي.